رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد بهذه المناسبة: يجسد ميثاق العمل الوطني الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم ويترجم اللحمة الوطنية، مما يجعل من إقرار الميثاق علامة مضيئة في تاريخ المملكة. وأضاف سموه: لقد شهدت مملكة البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني نقطة تحول وتطور، وشهدت المملكة في ذات الوقت مسيرة التنمية في كافة المجالات بفضل توجيهات جلالة الملك المعظم ورؤيته في رسم ملامح مستقبل البحرين الحديثة. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد أن نظرة حضرة جلالته والتأييد الشعبي واسع النطاق للميثاق وضع البحرين في مرتبة متقدمة على صعيد الديمقراطيات الحديثة وصيانة الحقوق، إضافة إلى التركيز على ترسيخ أسس التنمية الشاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والشبابية والرياضية. وتابع سموه: إننا ننظر إلى ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني بعيون ملؤها الفخر والاعتزاز، كما أننا نتوقف في هذه المناسبة عند المنجزات الحضارية التي تحققت للمملكة في ظل العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك المعظم بفضل الرؤى الملكية الثاقبة والداعية إلى الارتقاء بمختلف أركان مسيرة التنمية في المملكة وتعزيز مكانة البحرين على كافة الأصعدة.